Exactly. اليوم رح ناخذ موضوع نظم معلومات التنفيذيين أو نظم معلومات الإدارة العليا. في حدا عنده أي تساؤل عن المحاضرات الماضية؟ طبعا نظم معلومات الإدارة العليا أو التنفيذية تقدم معلومات شديدة التلخيص، شديدة التلخيص. إيش قد نحسن نحن نلخص البيانات للإدارة العليا؟ هل نصف صفحة كافية كتقرير ولا يمكن أكثر؟ إدارة عليا، وزير، مدير عام، لا معقول حسب الحالة، نعم حسب الحالة أو الموقف. إنما في نظم المعلومات ممكن لخصه تلخيصات شديدة التلخيص على شكل مؤشرات. مؤشر ممكن يكون كمان بالألوان، جيد سيء، بالألوان أخضر أحمر إلى آخره. وبالتالي طبعا هو حسب الموقف مثل ما قال الزميل، وإنما إمكانية الترخيص موجودة موجودة. وبالتالي الإدارة إذا ما عندهم وقت، وغالبا الإدارة اللي هي ما عندهم وقت، فبحبوا يشوفوا البيانات على شكل مؤشرات، على شكل رسوم بيانية، وهذا ما تقدمه نظم معلومات التنفيذية. طبعا هي من النظم الموجهة للبيانات لدعم القرار. هل فيها نماذج؟ في مشكلة بالصوت؟ أنا ما أقول في مشكلة بالصوت لأنه بعيد بعيد شوي، منخفض. طيب عند الجميع ولا فقط عند أمام؟ هلا قربت الجهاز من عندي شوي. ماشي. أيضا يقومون بعرض معلومات عن عوامل النجاح الحرجي أو مؤشرات عن عوامل النجاح الحرجي. ما هي عوامل النجاح الحرجي؟ خط شيء الإدارة الاستراتيجية. Critical success factor. عوامل النجاح الحرجي الاستراتيجية هي مؤشرات، حطوا لها مؤشرات أيضا. طبعا هي عوامل، إذا نجحت فيها الشركة فهي ناجحة في الأجل البعيد أو في الأجل الاستراتيجي. إذا صار في عندها فشل في أحد هذه العوامل فمعناتها في خطورة استراتيجية على الشركة. اتفقنا نحن مع زملائكم نعطيكم تعويض يوم الخميس والسبت. الخميس 3 محاضرات والسبت 3 محاضرات حتى ننهي المحاضرات الأسبوع القادم. طبعا بيصفوا عنا نحن المحاضرات المراجعة، أو إذا في حدا له أي تساؤل يوم في الأيام النظامية. تمام. في حدا عنده مشكلة في هذه التوقيت؟ ممكن نعطيكم الخميس والسبت الساعة 4، 6، 2.
طبعا هي محاضرة واحدة تعاد، فأنتوا اتفقوا مع بعض عشان تتفقوا مع بعض الطلاب على توقيت أو توقيتين تحضروا فيهم. أجعلكم عليه طبعا. الإدارة العليا لما صمموا لنا هذه الثمانينات كانوا منخفضين مهارة الحاسوب، يعني تصور في الثمانينات مدير إدارة عليا عمره 50 سنة، حاسوب دخل إلى العمل في الخمسينات، فمعظم هذه الإدارات يعني إمكانياتها في الحاسوب ضعيفة في ذلك الزمان طبعا، فصمموا لهم إياها بحيث تكون سهلة الاستخدام. وتعرض لهم المؤشرات، تعرض لهم البيانات بدون معرفة كيفية حسابة حتى، ولكن هم يكونوا واثقين من هذه الحسابات. سرعان ما أصبحت تخدم كل الإدارات، لما انتشر الحاسوب ورخص ثمن الحاسوب ورخص البرامج، أصبح كل الإدارات يحتاجون إلى نظم معلومات مشابهة لنظم معلومات التنفيذيين. البعض بسميها نظم دعم التنفيذيين. طبعا نظم دعم التنفيذيين أوسع من نظم معلومات التنفيذيين، لأنه تشمل دعم الإدارة العليا لأسمدة المكتب، لا سيما مثلا برامج أوفيس المكتبية، الاتصالات الإلكترونية، تحليل البيانات، النماذج، المعرفة. فالدعم بيجي نوع، أحد أشكال الدعم هو المعلومات على شكل مؤشرات وملخصات شديدة التلخيص. لو جينا نسألكم هنا عن خصائص نظم المعلومات التنفيذية في الثمانينات لما ظهرت هالأنظمة مقارنة مع مين؟ مع اللي قبلها. مين اللي قبلها؟ نظم المعلومات الإدارية. نظم المعلومات الإدارية. خصائص نظم معلومات التنفيذيين: التركيز على احتياجات كل مدير تنفيذي، يعني هل النظام هذا يكون مصمم حتى يلبي احتياجات كل مدير إدارة عليه، عضو مجلس إدارة، رئيس مجلس إدارة، المدير الأعلى في كل مجال وظيفي. أمل عبده إنه هي صارت نظم ذكاء الأعمال. إنك تسأل إن هذه الأنظمة هل أصبحت من نظم ذكاء الأعمال؟ طبعا أنا نظم ذكاء الأعمال تشمل كل أنظمة المعلومات التقليدية والحديثة، Business Intelligence Tools، أدوات ذكاء الأعمال. إنه إحنا النظم طبعا كلنا بتطور، دائما بيحطوا أحدث شيء، ولكن لا زالت التقارير والاستعلانات موجودة. نحن الشركة تحتاج إلى تقرير الاستعلان اللي كان ينعطى نحصل عليه في بداية الحاسوب وقبل الحاسوب كان يبين، فموجود، إنما في أدوات جديدة. فأدوات ذكاء الأعمال من التقليدي إلى الحديث، ولو تحدثت البرامج نحن تراكمية العملية وليس التقارير التقليدية موجودة، تقارير أولى موجودة، أدوات ذكاء الأعمال عم تتطور بشكل كبير طبعا، الحديثي. إنما نظم معلومات الإدارة العليا لا زالت موجودة. مساحة الدخول على، ليش؟ لأنه الإدارة العليا عندها صفات خاصة، وقت ضيق، مشغولين كثير، فمثل ما قلنا نحب نشوف البيانات بشكل رسمي، بشكل حتى النظم هاي تعممت انها على حتى على الادارات الوسطى والدنيا نظرا لفوائدها، انه نحن نفهم المعلومه بشكل رسومي اكثر وموجز جدا ومؤشرات. اتاحه الدخول على بيانات متكامله داخليه وخارجيه، هي موجوده هون وموجوده حتى في نظم المعلومات الاداريه مثل التيمات، وفر الداخليه والخارجيه. ولكن سؤال: الخارجية
الذات أهميتها الإدارة الدنيا ولا الوسطى ولا العليا؟ كل ما طلعنا في الهرم الإداري الذات أهميتها ولا الكل أهميتها؟ معلومات خارجية تزداد، نعم تزداد، يتاح الدخول على بيانات الأداء الحالي. الأداء الحالي في الريال تايم، يعني الرقم نفسه، أرقام الأداء هتتحدث أنت عم تطلع عليها، مثل ما تشوفوا نشرة البورصة، أسعار الذهب ولا أسعار الأسهم عم تتغير الرقم بالوقت الحقيقي. نعم، لوحات البيانات الرقمية. تحليل الاتجاه، كمان بحبوا يشوفوا الرسوم البيانية مثل ما شفنا احنا في الدرس الثالث، تطور المبيعات عبر الزمن. راحت المحاضرة على الشعر الثاني، بكرة إذا تحبوا نعطيكم تعويضي الساعة 4 براحة عمي. الأربعاء، يوم الأربعاء، مو بكرة، بعد بكرة الساعة 4. هلا بهالحالة هي معناتها ممكن الطلاب ياخذوا محاضرتهم الساعة 4 السابقة. نعطيكم محاضرة تعويضية عن هالمحاضرة المغربية. إذا حد يحضرها، ما كان حضرانا حاضر العملي، معناتها رح تكون بكرة في موعد المحاضرة الطلاب اللي راحت عليهم الشهادة الثالثة. تحليل الاتجاه، أو بنخيرهم يعني حسب الطلاب الحضرانيين بنخيرهم. تحليل الاتجاه كاتجاه تطور المبيعات أو الإيرادات عبر الزمن، إتاحة التتبع الفوري للتفصيلات. طالما هي مؤشرات فممكن المدير يحب يشوف التفاصيل، يعمل دريل داون مثل ما عملنا نحن في أداة أولى، ننتقل للتفاصيل، سموها دريل داون دريل أب، الدخول في التفاصيل والخروج من التفاصيل. فإذا واحد إذا عنده وقت أحيانا يكون مدير متفضل أو حابب يشوف تفصيلات معينة. في مدراء هم يعني طبيعة نمطهم التفكيري يحبوا الأرقام والتفاصيل، بجوز أساسه مالي محاسبي، يتمتع يعني إذا شاف الأرقام المحاسبية والمالية. إعداد التقارير بالاستثناء، هي موجودة وموجودة وين؟ تقارير الاستثناء بنظم أعداد التقارير، تم تطبيقا للإدارة بالاستثناء. تتبع عوامل النجاح الحرجي ومؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الشركة ككل، الرئيسية معناها على مستوى الشركة ككل، إذا كانت في أكثر من قارة في أكثر من دولة. التكامل مع نظم المعلومات التنظيمية الأخرى، التكامل بين أنظمة المعلومات تحسن نسبة كيفية وإنتاجية، يعني تحسن تكامل نظم المعلومات مع الأنظمة الأخرى، خاصة يعني لما ظهر شيء اسمه الـ ERP Enterprise Resource Planning، فظهرت أنظمة معلوماتية متكاملة في كل المجالات الوظيفية. حدا عنده أي تساؤل عن نظم المعلومات التقليدية اللي ظهرت في الثمانينات؟ طبعا كل شيء تطور، فالنظام المتقدم للمعلومات التنفيذية قلنا ذاك ظهر في الثمانينات لما حصل تقدم في سواء في عند داتا وير هاوس في بداية التسعينات بداية الأولى. ظهرت لوحة القيادة داش بورد، لكل مدير يعمل له لوحة قيادة كأنه طيار أو كأنه لوحة قيادة سيارة حتى يقود الشركة إلى بر الأمان. أيضا صار في عندي قياس الأداء المتواصل، تطور محاصيل إيماني في قياس الأداء
صار في عندي شيء جديد اسمه قياس الأداء المتوازن، واقترحه كابان. خلينا نشوف نحن على قياس الأداء المتوازن. كابلان قال إذا نقيس الأداء بشكل متوازن لازم نقيسه من أربع اعتبارات. هلا بدنا تشوفوا لي أنا هو الاعتبار التقليدي. فقال إنه أول شيء اعتبار الزبون، لازم يكون عندي مقاييس أداء تقييس اعتبارات الزبون وأداء الشركة تجاه الزبون. مثلا رضا الزبون، طبعا كابلان عمل شيء كتاب تقريبا 200 صفحة، يعني اللي بيتعمق في هذا الأمر ممكن يرجع على كتاب كابلان ويلاقي مقاييس كثيرة. أنا حاطط على سبيل المثال رضا الزبون، الاحتفاظ بالزبون، ربحية الزبون. طبعا في المصارف نحن ذكرنا إنه في عندنا تطبيق اسمه تطبيق الربحية، وفي المصارف كثير مهم الزبون وكبار الزبائن، يعني ممكن يكون أرباح تأتي من عدة زبائن، يعني 80% من أرباح مثلا المصرف قد تأتي من 10% أو 5% من العملاء، من كبار العملاء. فلازم أنا دائما أشوف رضا الزبون أو احتفاظ الزبون وربحية الزبون في السنة السابقة. كمان بيشوفوا ان ربحية المنتجات وربحية الخدمات في السنة السابقة حتى يعرفوا يركزوا على اي شريحة من العملاء. الاعتبارات المالية ايرادات التشغيل مع اداء رأس المال. جماعة في المحاضرة المالية يقارن كثير مقاييس مالية يطمنوا على الاداء المالي. اعتبارات عملية الاعمال الداخلية او جودة عملية الاعمال الداخلية business process. ما معنى business process؟ عملية الأعمال في أي مكان، في مصنع نسيج، من بداية دخول المواد وقبل دخول المواد طبعاً أماكن رش السيارات لغير ما يخرج، هي كلها اسمها business process. سير العملية، خط سير العملية اسمها ترجمة. إذا هذه العملية جودة إذا عملية العمل جيدة بطلع معي نسبة معيب قليلة، فممكن أعمل مؤشر يحكم على جودة عملية العمل نسبة معيب. حاليا في شركات تطبق الستة سجنة، مش قد عندهم نسبة معيب في الستة سجنة 3.4 بالألف ولا بالمليون ولا بالعشرات ولا بالمية؟ بالمليون. نعم 3.4 بالمليون اللي طبقوا 6 سجنة وصلوا لها عيوب 3.4 بالمليون، وبالتالي دخلوا بكفاءة الاستبدال. النسبة المئوية لمبيعات المنتجات الجديدة، النسبة المئوية لمبيعات المنتجات الجديدة. إذا أنا عندي، طب شلون بدك تحكم هذا؟ إذا عندي مبيعات جديدة معناتها في عندي عملية بستطيع إنتاج تلك المنتجات الجديدة. عندي آلات جديدة تعمل آلة جديدة تنتج آلات ما كنت تحكم تنتجات في الآلات القديمة بجودة أعلى. عدد المنتجات الجديدة مقارنة بالمنافسين، عدد المنتجات الجديدة مقارنة بالمنافسين إلى آخره، واعتبارات الابتكار والتعلم والنمو. في حد عنده أي تساؤل عن اعتبارات عملية الأعمال الداخلية؟ طبعا هي إمتى ظهرت؟ ظهرت لما الكواليتي أشورنس، كواليتي أشورنس توكيد الجودة. لازم نحن نأكد الجودة ليس فقط على المنتج النهائي، إنما لازم نأكد أن الجودة على النظم وعملية الأعمال. إذا عندي عملية أعمال جيدة بتطلع منتجات جيدة، ما لازم فقط أهتم بالجودة النهائية. فالنور لما عنده تأكيد الجودة
فطلعوا باستخدام الامور تطبيقات عنده جودة شاملة. الجودة الشاملة اذا كان على التوزيع طبعا ما لها غير تركيز الجودة، بس انتبهوا كمان الجودة لا تلغى الاشياء القديمة، فالجودة الشاملة فلسفية تمرد في توكيد الجودة وعملتها مسؤولية الجميع. اعتبارات الابتكار والتعلم والنمو كمان لازم يكون عندي مقاييس في الشركات الرائدة. الابتكار مهم، التعلم مهم، النمو مهم، ومع الزمن عم تزداد المنافسة بشكل هائل. مين بيقول لي ايش السبب؟ ليش المنافسة غير طبيعية؟ شركات عم تخسر كثير، شركات الاسم الكبير عم تخسر. لماذا عم تتراكم المنافسة بشكل غير مسبوق؟ العولمة، أنا عم بقول العولمة، نعم العولمة لها دور كبير طبعا، والتضييق لما النمو السرطاني الخبيث بياكل النمو الحديث. هذا اللي عبرت عنه انا باقتصاد الانساني الكلي الاحمد، في نمو احمد وما في نمو خبيث، يعني بيكون بحدود الدنيا، خاصة نمو خبيث دولي، يعني ما قلنا نمو خبيث مثلا شخصين ثلاثة احتكاريين وكبار، في دولة تقود نمو خبيث عم تاكل العالم، عم تاكل الطلب على العالم، على منتجات العالم. اي شوفوا اي شركة لو شلت النمو الخبيث اي شركة تكبر لصالح الجميع، لصالح الانسان، ولا تؤثر، يعني ما كان فيها المنافسة في الشركة. المنافسة كلها اصطناعية، نحن نعيش في اقتصاد وهمي اصطناعي غير طبيعي، نتيجة تراكمات طبعا في تضخم الحيتان، كل ما بيأثر أمام كليات هذا الأمور لا تؤثر إذا غيرنا الفلسفة. بدنا فلسفة جديدة، والعالم حاليا مقبل على فلسفة جديدة، إجبار بلوى فلسفة جديدة بنمو متوازن مستدام. النمو المتوازن المستدام اي جسم، يعني اي قطعه بالجسم تكبر او تقوى لصالح الجميع. والمشكله في النموات السرطانيه الوهميه، والمشكله الكبيره في الدولار واليورو العملات الاجنبيه اللي لازم تكون موجوده. مزور انا بعتبرها تزوير عالمي، الدولار واليورو اي عمله عالميه موجوده هي نوع من انواع التزوير، مزور رسمي. اعتبارات الابتكار والتعلم والنمو مثل مقاييس رضا العاملين. طب ما علاقه رضا العاملين بالنمو والتعلم والابتكار؟ العامل الموراضي ما بتعلم، ما بينمو، ما بيبتكر. طبعا هو المقاييس سيبلان حطها على شكل ايش؟ انه تقيس تؤشر سواء بشكل مباشر او غير مباشر انه تظهر انه في علاقة، مو شرط يكون مباشر. العامل الراضي بيهتم بمنتجاته، طبعا اذا راضي بيبتكر بتعلم ينمو. إذا ما راضي بتصفي مبادرات فردية، المبادرات الفردية من رحمة رب العالمين، يضل في ناس بيفكروا بيبدأوا بيفكروا رغم الناس أغلب تنهمك في الأزمات إيش؟ كني رجل إنه يحصل شيء، الضغط المعيشة يكون مرتفع، بيضل في ناس عندهم أمل، كنا مستفيد من نوتي من ما مستفيد. المبادرة الفردية تشكل ربيع، لا تشكل ربيع إلا إذا
تم الاعتناء بها بشكل رئيسي طبعا، بس بيعتمدوا عليها. فلما تيجي دولة تعتمد على أصحاب المبادرات الخيرية، تعتمد على المفكرين، على أصحاب الإنجازات، بيحققوا طفرة في النمو خلال 7 سنوات. معدل دوران العاملين كمان نفس الشيء، إن العامل اللي عم بدور عم بيترك العمل لا يساعد على النمو والتعامل والابتكار. جودة المعلومات ونظم المعلومات ما علاقة فيها. في المحاضرة القادمة رح ناخذ إنه نحن صار عندنا داتا وير هاوس، ذكرنا في الداتا وير هاوس إنه الداتا مايننج بتعطيني معرفة من البيانات. يعني حاليا موظف إجى على شركة ممكن خلال سنتين إذا نقل في البيانات الشركة فيها 15 سنة 20 سنة 20 سنة 15 أو 10 سنوات، فممكن أتعلم ما تعلمه اللي عنده خبرة 15 سنة. من وين تعلم؟ من الداتا مايننج، من الداتا وير هاوس، فيه ذاكرة الشركة لمدة 15 سنة، بياخذ خبرة سريعة حسب جوده وعدد المقترحات المطبقة. فجودة المعلومات كثير بتلعب دور في تعلم النمو. في حدا عنده اي تساؤل عن قياس الاداء المتوازن؟ طب سؤال انا ما سالتكم وانا اعتذر باخر سؤال، ايهما كان القياس غير يعني التقليدي قبل الاداء المتوازن؟ اين هو من هذول الاربعه؟ الاعتبارات الضمون ولا الماليه ولا عمليه الاعمال الداخليه ولا الابتكار والتعلم والنمو؟ يا من اقول الماليه. فعلا المحاضره الماضيه اجتني اجابات مختلفه، ولكن اول اجابه اجتني كمان ماليه. الماليه لذلك كانوا يعني يسموا مقاييس ماليه ومقاييس اداء غير ماليه. فالغير ماليه هذول الثلاثه، طبعا هذول التصنيفات الاساسيه. نظم معلومات التنفيذيين، طبعا التطبيق اللي ذكرت لكم انا يعني نظم التطبيق العملي، في نمو سرطاني عمليات النمو الحمي، في نظم في عندك تطبيق ايش، وفي التطبيق عم بدي انه ينتجوا لنا منتجات نحن نشتريها. لانه هلا ما كان يشتريه السوريون قبل الازمه، هلا حاليا صار بدهم مستجد مخدرات بشده، فعم يضطروا الشركات يتنافسوا مشان يخفضوا التكاليف. هو امر هذا مشي منه كثير، كل فتره بدهم كل ما انهار اقتصاد معين، فالناس طبعا عم تخرج وناس بتطور حالها اللي قادر يعني يخفض التكاليف بشكل كبير يخرج نفسه. كان وين عم تركز الانتاج؟ بالصين. يعني الانتاج العالمي كله بالصين. امريكا حاليا كم تنتج من الانتاج العالمي؟ كانت في فتره معينه، هلا بيقولوا امريكا اكبر اقتصاد، كذا امريكا كانت اكبر اقتصاد 50% انتاج الامريكي في فتره معينه، اكيد ايام الحرب العالميه الاولى والثانيه وبيع الأسلحة بأسعار احتكارية، وكانت تستهلك 50%. بعدين صارت تنتج شيء 18% تقريبا، تستهلك شيء 30% من إنتاج العالم. ففي فرق، طبعا هذا الفرق من وين عم بيجي؟ كله من يعني من التحايلات، نصب عالمي دولي. يعني النمو حتى النمو المالي هذا نمو وهمي، يعني البنوك والبنك الدولي هذول كلهم كذب، فكله نمو كاذب. تقريبا 50% من النمو جاي من هذه النموات.
لو حاط قيادة لأغراض الاستراتيجية، لو حاط قيادة لأغراض التحليلية، طبعا هي أنواع. لو حاط القيادة اللي ذكرناها نحن إنه النظام المعلومات المتقدم ينتمي على لوحة قيادة وقياس الأداء متوازن، داتا وير هاوس. فاللوحات قلنا نحن إنه نظم المعلومات التنفيذية صممت للإدارة العليا لما شافوا مناعها مفيدة للإدارة الوسطى، عملوا للإدارة الوسطى، للإدارة الدنيا عملوا للإدارة الدنيا لوحات قيادة. بيكون طبعا كلها فيها جدوى اقتصادية، نحن في نظم المعلومات أي شغلة لازم تكون مجدية اقتصادية، ومع الزمن عم ترخص التكاليف عم تصبح مجدية اقتصادية كثير من الأمور. نبدأ بلوحة القيادة للأغراض الاستراتيجية. طبعا هذا الكلام اللي حكيناه كله عم بحكي عن استراتيجية قائدة مصممة أساسا للإدارة العليا لتمكينهم من الاطلاع الشامل والسريع على سلامة سير المنظمة وعلى بقاء المنظمة على قيد الحياة واكتشاف الانحرافات السلبية والإيجابية من أجل تجنب التهديدات واقتناص الفرص المواطنة. تركز على مقاييس الأداء عالية المستوى، تركز على مقاييس الأداء عالية المستوى والمتعلقة بالأداء الاستراتيجي. قلنا نحن عالية المستوى معناتها على مستوى الشركة ككل. إذا شركة عندها 10,000 رأس سوبر ماركت، مثلا شركة أنا متذكر شركة أمريكية سوبر ماركت كبيرة كثير، لما كانوا 3,000 فرع سوبر ماركت كانوا تقريبا يمتلكوا 70% من السوق الأمريكي. وول مارت مان، شركة وول مارت الأمريكية، وول مارت مان فحاليا 10,000 فرع سوبر ماركت. شوفوا حزام صناعة الكلاب أرباحهم 4%، 5%، أرباح الشركة 5%، 30% من أرباحهم جاية من الدعاية والإعلان. طب مين بينافس هذه الشركات؟ أرباح الشركة كلها 5%، يعني كأنه تاجر جملة. البضاعة الموجودة كلها ليست أقوى ملك الشركات، وبيدفعوا عليها أجار ودعاية كمان. اللي بيسوي دعاية حطوا له أماكن دعاية. إلا لما بيعملوا دعاية في السوبر ماركت فعم يعملوا تقريبا للسوق الأمريكي والعالمي. السوبر ماركت طبعا موضوع خطير والعالمي، يعني هيك مثلا إذا أجوا عندهم الشركة فتحوا بالسعودية والخليج يفتحوا لهم مجال، يعني ناس يعني هم يكون لهم أولوية، وبالتالي الشركات المحلية تتبهور. تصوروا والله نحن سوريا ايش قد في امن تنماني كله هذا بالثمن، يعني في ناس عم يشتغلوا بسناني بمحلات كله هذا. لما صار عندنا ازمه كل الناس اصحاب المصانع صاروا يشتغلوا ببيع الاساسيات، سكر والرز والشغلات اساسيه ضروريه. فلوحة القيادة الأغراض الاستراتيجية من أجل تجنب التهديدات واقتناص الفرص مع تسهيل تحليل الأسواق، قياس أداء عالي المستوى مقارنة الأداء الفعلي للمستهدف، تقدم تقييمات موجزة جدا. موجزة جدا كلمة، يعني تقرير نصف صفحة، تقرير كلمة أو لون بالأخضر والأحمر أسهل للرؤية. فإذا المؤشرات كلها خضراء معناتها الشركة ناجحة على المستوى الاستراتيجي. عادة لوحة القيادة تعرض في شاشة حاسوب واحدة فيها كل المؤشرات، وفي نظرة خاطفة إذا طلعنا على الشاشة اسمها لوحة القيادة. أنت في السيارة تحسن تطيل النظر إلى لوحة القيادة على مؤشرات الحرارة والسرعة، ولا بدك تطلع خاطفة
نفس الشيء هو ليس نقول ان التطبيع وحده سريعا شاف كده مؤشرات خضراء، مجرد ما شاف مؤشر احمر او برتقالي بيثبت انتباهه فورا. تطور مبيعات عبر الزمن، الرسوم البيانية الحب والإدارة نوعية. هذا عنده أي تساؤل عن لوحة القيادة للأغراض الاستراتيجية؟ طبعا نحن شايفين باختصار اللوحات القيادية، إذا تعمقتوا في يوم ممكن تلاقوا كتب كاملة عن لوحات القيادة. تفصيل فيها أكثر. لوحات القيادة الأغراض التحليلية، طبعا من اسمها مصممة أساسا للإدارة الوسطى، وفي عنا وظيفة اسمها محلل البيانات، بس مصممة لم يبدو أساس للإدارة الوسطى. الإدارة الوسطى عندها وقت التحليل وعندها خبرة في التحليل، خبرة ووقت، وفي عندنا محللين أيضا يحبوا يشوفوا البيانات من زوايا كثيرة. لذلك أداة أولاد، في كتب كمان تشرح كيفية استخدام أداة أولاد كلوحة قيادة أو تطوير لوحة قيادة بالاستماع إلى أداة أولاد. مثل ما شفنا فعندنا نحن أداة أولاد فلقينا فيها إمكانية كبيرة، في إمكانية نعرض البيانات على شكل تقييمات أكثر ذكاء أو تقييمات أداء أذكى. إذا تذكروا لما قلنا بالمية مية، كنا نعرض البيانات على شكل مقارنات، بالمية من الإجمالي، بالمية من الصافي، بالمية من اختلاف عام. هي كلها تقييمات أداء أكثر ذكاء غير عادية. وعملنا الأخير مؤشر حتى نشوف نحن الأسباب من انحراف الإيجابي والسلبي، نشوف نحن يعني نتفاعل مع الأدوات هاي، وبالتالي نحاول نلاقي سبب أو تفسير لاختلاف المبيعات أو للمبيعات أو للأشياء اللي بتلفت انتباهنا في التقرير. حد عنده أي تساؤل عن أدوات عن لوحة القيادة الأغراض التحليلية؟ النوع الثالث من لوحات القيادة لوحة القيادة الأغراض التشغيلية Operational. طبعا هي للإدارة الدنيا، لذلك في لخبطة بين لما نقول الإدارة التنفيذية غلط، خطأ ترجمة شائعة في كتب الإدارة عن الأيدة في السنة الأولى. ترجمين الإدارة التشغيلية بدل ما يقول تشغيلية كتبوا تنفيذية. جماعة نظم المعلومات لما بقولوا تنفيذية معناتها بيقصدوا الإدارة العليا Executive. الكلمة تختلف، Operational أنا بترجمها تشغيلية، Executive تنفيذية يعني صاحب سلطة تنفيذية. من وين اجت هاي السلطة التنفيذية؟ الشركات. في لأنه عندنا ملاك، وفي عندنا الملاك سلطة أشبه بالسلطة التشغيلية. مجلس الوزراء عنده صلاحية سلطة تنفيذية، بيتخذ قرارات، بيستثمر، بيصرف الموازنات. فهي جاي من هذا القبيل. لوحات قيادة الأغراض التشغيلية إدارة الدنيا أحيانا بيكونوا دراقبوا مني على شغلات كبيرة كثير تشغيلية من مهامهم، ولكن حرجة إذا صارت خرجت عن الوضع المألوف، وبالتالي ما بحطوها لأي يعني اللوحة ما بحطوها لأي شيء، بحطوها بيكون في جدوى منها. مثلا ممكن واحد يعمل لوحة قيادة عندما ينخفض المرور في موقع انترنت فيسبوك محركات البحث إلى نصف مستواه الطبيعي، تقوم لوحة القيادة التشغيلية بالإعلان الفوري عن ذلك. ممكن يكون في مباراة كرة قدم أثر على
المهم بس يعني إذا ما في شيء سبب قد يكون فيروس، قد يكون هجوم على الموقع، قد يكون في عطل فني في الاتصالات. المهم شو عشان نشوف السبب. فإذا انخفض نصف مستوى معناته في مدلل، هو مدلل فورا. عند وجود مثلا خطر تأخير شحنة حرجية، شحنة مثلا مواد دموية مشعة أو مواد لازم تصل في وقت معين وإلا تؤثر على يعني أشياء كثيرة، فهو بيعملوا له لوحة قيادة عشان يتبع وينفذ. وبالتالي إذا تأخر في تأخير تعرض معلومات محددة بدقة وفي غاية التفصيل. اللوحة هاي بالعكس اللوحات السابقة هناك ملخصة وشديدة التلخيص، هون في غاية التفصيل تعطيك رقم الطلبية للأسرة وتتزامن صاحب الطلبية ومكان وجود الطلبية ومستوى. تخدم الإدارة التشغيلية أساسا، مصممة من الإدارة التشغيلية. هلا راح أعطيكم مثال عن لوحة قيادة لمراقبة نسبة مسحوبات إلى الإيداعات والمصارف. طبعا مثال هذا انا كاتبه كصائر، تخيلت يعني انه هيك ام قضيه كمان حرجه ولا ما حرجه، ازدادت المسحوبات في المصارف الخاصه حرجه ولا ما حرجه، كما حصل اليوم في لبنان. سمعت انه في بنكين هيك كاتبين على وسائل التواصل الاجتماعي انه مقفلين بنكين او ثلاثه حرجه، لأنه أي بنك بتسحب منه البنوك الأداء كان في توقع أنه بـ 2018 النظام المالي المعتمد على الدولار يخرج من العالم، يعني الدولار كله ينتهي. إنما هلا مأجلينه لـ 2021 مثلا، يعني توقعات، وبالتالي كله عم يحاول ينتقل إلى الذهب. تعرض للمخاطر لأنه هو اللي يعني يعطي كثير. طيب هلا إذا جينا نحن طبعا العملات المحلية السورية في كل عام يعطيك أول يوم كانت النسبة هي هون، ثاني يوم زادت قليلا بعدين نقصت شوي على المتوسط، طلعت نزلت طلعت. لاحظوا هلا في خطورة شيء على الشركة، طبعا هي ضمن الحد الأعلى والحد الأدنى. أنا هو مستخدم خرائط رقابة إحصائية، نسميها خرائط الرقابة الإحصائية، تستخدم في الصناعات من أجل اكتشاف المشكلة قبل وقوعها. في مشكلة محتملة أو فعلية ولا ما في؟ أنا عم أقول نعم في مشكلة، معناتها في اتجاه متصاعد، نعم في اتجاه. ففي الاحصاء نحن عندنا لما تكون التغيرات العشوائيه طالعه يعني بدون ما في مشكله، يعني مثلا قطعه لازم تكون طولها متر، المتوسط متر زائد ناقص سماح بالديزم او الهيدروجين، فضمن تغيرات عشوائيه ما هي مشكله، لما تصير في اتجاه صاعد او هادف معناتها صار في مشكله. ممكن تكون آلة مثلا جوان انكسر، بري انكسر، فخذ شغله، فصارت عم تزيد، ما هي عشوائية. عشوائية ما بتخوف، اتجاه الصاعد طبعا بخوف أو اتجاه هذا. إذا الشغلة مرفوضة من الطرفين كبرت غلط وظهرت غلط، فهي كثير بتستخدم خرائط الرقابة الإحصائية في الرقابة على جودة المنتجات، وهي من أدوات توكيد الجودة. فأنا استخدمته في الرقابة على نسبة المسحوبات إلى الإيداع. حدا عنده أي تساؤل؟ خلصت المحاضرة بشكل سريع. هل عنده أي تساؤل؟
أنا اتفقنا إن إحنا إن تكون محاضرة تعويضية يوم الخميس والسبت على أساس الطلاب يتفقوا مع بعض إنه يحضروا في أحد التوقيت، أنا موجود فأنتوا لحالكم تفقوا تحضروا في واحد أو أكثر أو اثنين من التوقيت إذا اختلفتم حسب على الطلاب الجزء يكون حضور عليه. الدرس راح يكون تعويضي التنسيق البيانات درس القادم اللي بعده نظم المعلومات التنظيمية يعني آخر فصلين راح نعطيهم تعويضي. المحاضرة النظامية راح تكون مراجعة إذا حدا عنده أي تساؤل، إذا عنده أي تساؤل في المحاضرة النظامية في الأيام العادية الأسبوع القادم. طبعا رح ناخذ تفقد تبعتي إذا ما عندكم أي تساؤل نلتقي يوم الخميس إن شاء الله الساعة 4:06. تكرر طبعا 4:06 بتوقع يعني إحنا الطلاب هنا هو مناسب يكون أكثر شيء توقيت 4:06. والسبت نفس الشيء السبت 4:06. 2 كويس ممتاز. حاولوا تضبطوا يعني موعد مناسب. بتوقع حضور يعني انه يكون كبير كالمحاضرات النظامية خاصة ان الجلوس في طلاب عم يدرسوا. انما السنة كان حضوركم كويس لذلك علاماتكم الوظيفة كانت كويسة. هلا الدكاترة شرح بيعطيكم عن الوظيفة عادة علينا من شرط أنا كنت أبعطي 3 و7 تقريبا 3 و5 و7 و10 بس طبعا الطلاب اللي حضورا قليل 3 أنا أخذ إعلامي 95 ألم بالبي إن أيوة كويس طبعا بشتغل بالزوجين بالتوفيق أنا يعني بشتغل هو بشتغل لنفسه يعني تقول له ماجستير الوظيفة هي تعطيكم وفي أحد هذه الوظائف يعني أنتوا تحبوا شي موضوع بعدين تستمروا فيه تريحكم بعدين برسالة الماجستير تكتسبوا خبرة في كيفية كتابة النظري ممكن يكون واحد النظري عنده يصير جاهز تقريبا طبعا هي الوظائف عم نعطيكم نحن شيء توسع واكثر مواضيع ما مشروحة بشكل
كبير. أخذت عندي 93، شوفوا أخذ في كل المواد علامة مرتفعة، أكيد أخذ 10 عندي الحضور. إذا حضورك أكثر من 10، طبعا السنة أعطينا اللي أكثر من 10، 11 12 أعطينا من 10. الحضور بيكسب الطالب علامة في الفحص، يعني بيحضر بيكسب أول شيء علامة في الوظيفة، بعدين الفحص أغلب اللي بيحضروا بيكون حاسن كويس، لأنه بكون عم بوصي إن إحنا إيه عم بأبحاث ويحدثوا مراجع يشتغلوا. هلا في طلاب حطوا أبحاث يومية، طبعا كمان هي فورا أي اكتشاف بتنخفض العلامة. حد التاريخ أو حد في واحد حد التاريخ حد في المدرسة معك يا كده، هدول متشابهين مع بحثين عندك. طبعا ثاني عندي متشابهين أبحاث عندي، كده متشابهين مع فلان عندك، فلان وفلاني في المراجع محدث مراجعه. أسئلة الفحص 50 سؤال، نعم أسئلة الفحص حوالي 50 سؤال، أتوقع في مادتكم يجوز 50 زائد ناقص شوي ممكن، يعني رشا عم تقول إنه ما كان عندك حضور هالسنة. السنة أخذتي علامة قليلة؟ إيش قد أخذتي رجاء؟ أخذتي 94 هالسنة على الحضور، حضرتي كويس؟ لا أنا لاحظت طلاب السنة أنتم حضرانين بشكل جيد، طلابنا إدارة العمليات سنة حضورهم سيء جدا. هلا حتى الهندسة عندي أنا طلاب حضورهم سيء، وحتى أبحاثهم الهندسات أبحاثهم تشبه يعني مادتكم شوي فيها تجارب شوي بعض المواضيع، ولكن عندكم حديثة جدا المراجع والشغل أكثر بكثير. فلماذا يعني إذا مراجعتهم كلها كانت 19 18 علامات، شلون كانت العلامات عن مين أحسن علامات عندكم بالدكاترة؟ نحن طبيعة مادتنا ما تسري، طبعا أنا في دكتور يعني أحيانا بقول طب انا بقول لهم انه اللي اخذ 90 و10 علامات صار في كذا واحد اخذ 100 عندكم. اذا مراجع حديثه ومقالات وملتزم التعليمات مواضيع نظم المعلومات اساسها هي حديثه وموجود منها بكثره، فما المبرر انه ما في علامات قليله؟ التسويق يعني مين عم بيرخص التسويق؟ دكتور سليمان من علي التسويق أحسن عندي نهي. رئيس قسم دكتور سليمان في حلب. أخذ 100 لما أخذ 100 للتسويق وعندي 92، عندي 100 هاي موعد سيميات الدكتور سليمان
بكره معاه في اليوم. هلا هو انا طبيعه الماده اذا شلنا هلا في طلاب قدموا مواضيع معينه السنه ما كثير شايفينها طلاب اللي مقدمين يعني ما كثير بحاسس لانه عم يتعب في منهم بالصدفه في بقى طلعوا يعني او شكيت فيهم في سنه بشد اكثر يعني عنده استدلال بالكامل صفر صفر النية عندي أنا قلت له للدكتور سليمان والله قلت له مشان زود على أماكن الحضور نصحته أنا زود على أماكن الحضور فبالتالي إذا زودت على أماكن الحضور أنا من زمان ما في 10 أنا بعرف التعليم من 10 من قبل الأحداث كانت 10 يعني حتى إذا واحد أخذ 95 و10 خلاص مثله مثل اللي أخذ 90 هي يعني في دكاترة بقول لك إذا شلون بالضبط هاي على كل نتمنى لكم توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.